فإنك وابنك مع جدي محمد صلى الله عليه وآله في الجنة. ثم برز من بعده هلال بن الحجاج فقتل منهم 13 رجلا ثم قتل. وبرز من بعده عبد الله بن مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب فقتل منهم 3 ثم قتل رضوان الله عليه. ثم برز من بعده علي بن الحسين فلما برز إليهم دمعت عين الحسين عليه السلام فقال اللهم كن أنت الشهيد عليهم أو الشاهد عليهم. فقد برز إليهم ابن رسول الله وأشبه الناس وجها فقتل منهم 10 ثم رجع إلى أبيه فقال يا أبت العطش. فقال له الحسين عليه السلام صبرا يا بني يسقيك جدك من الماء الأوفى. فرجع فقاتل حتى قتل منهم 44 رجلا ثم قتل. ثم برز من بعده القاسم بن الحسن ابن علي بن أبي طالب فقتل منهم 3 ثم رمى عن فرسه. ثم برز من بعده كما في رواية على ما في الإرشاد العباس بن علي وكان العباس يلقب بالسقاء وقمر بن هاشم وهو صاحب لواء الحسين ويكنى أبا الفاضل وأمه أم البنين وهو أكبر ولد ولدها وهو آخر من قتل من إخوته لأبيه وأمه فحاز مواريثهم. وكان العباس رجلا وسيما جميلا يركب الفرس المطهم ورجلا يخطان في الأرض. فمضى يطلب الماء فحملوا عليه وحمل عليهم لا أرهب الموت إذا الموت أرقى حتى أوارى في المصالي تلقى نفسي لنفس المصطفى الطهر وقى إني أنا العباس أغدو بالسقى ولا أخاف الشر يوم الملتقى. ففرقهم فكمنا له زيد بن ورقاء من وراء نخلة وعاونه حكيم بن الطفيل السنفسي فضربه على يمينه فأخذ السيف بشماله وحمل عليهم وهو يرتجز ويقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين أجل النبي الطاهر الأمين. فقاتل حتى ضعف فكمن له الحكيم بن الطفيل الطائي من وراء النخلة فضربه على شماله فقال يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. فضربه ملعون بعمود من حديد
فقتله فلما رآه الحسين صريعا ولما قتل العباس قال الحسين عليه السلام الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي فما زالت الأنصار تتفانى على هذا الحال إلى أن خرجوا كلهم على الشهادة وأدركوا ثارات القتال وجادلوا أولئك الأبطال وخاضوا تلك الغمرات في حومة النزال ولم يبقى مع الحسين عليه السلام سوى الحرم والأطفال وروى الصدوق بإسناد المتقدم عن علي بن الحسين عليه السلام أنه لما قتلت جميع الأنصار أنصار الحسين وحماة وبنوه نظر يمينا وشمالا فلم يرى أحدا فرفع رأسه إلى السماء فقال اللهم إنك ترى ما يصنع بولدي نبيك وحال بنوك لا أب بينه وبين الماء فلما كان الحال كذلك خرج علي بن الحسين زين العابدين وكان مريضا لا يقدر أن يسل سيفه وأم كلثوم خلفه تنادي يا بني ارجع فقال يا عمتا ذريني أقاتل بين يدي ابن بنت رسول الله فقال الحسين عليه السلام خذي لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد ولما فجع الحسين بأهل بيته وولده ولم يبقى غيره وغير النساء والذرار نادى هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله هل من موحد يخاف الله فينا يخاف الله فينا أهل البيت هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا وارتفعت أصوات النساء بالعويل فتقدم عليه السلام إلى باب الخيمة وقال ناوليني ابني علي الطفل حتى أودعه فناولوه الصبي وفي رواية المفيد بابنه عبد الله فجعل يقبله وهو يقول ويل لهؤلاء القوم إذا كان جدك محمد المصطفى خصمهم وبينما الصبي في حجره إذ رماه حرملة ابن كاهر الأسد بسهم فذبحا من الأذن إلى الأذن في حجر الحسين أيوا حسينا فتلقى الحسين دما حتى امتلأت كفا ثم رمى به إلى نحو السماء ثم قال هون علي ما نزل بي إنه بعين الله وفي رواية عن الإمام الباقر عليه السلام فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض ثم قال اللهم لا يكون عليك أهون من فصيل الناقة
اللهم إن كنت حبست عنا النصر فاجعل ذلك لما هو خير لنا. ثم قام الحسين عليه السلام وركب فرسه وتقدم إلى القتال، إلى قتال قومه.